لعند جوزي وقلت له، قلت له بنتي يلي ببطني معاقة. 13 سنة وهي تعيش مع إعاقتها، تشرق الشمس عليها كل صباح وهي مستلقية على سريرها الطبي، ونسيم الصباح يحرك ستائر غرفتها الوردية. قضى والدها أعواما كي يصمم لها غرفتها الصحية لتتناسب مع حاجاتها، فتجد فيها أجهزة التكييف والتغذية والتنفس. تحطمت وسائل بقائها على قيد الحياة، زارتهم قذيفة هدمت بيتها وأحرقت أشجاره، فكان الرحيل. أنا أتمنى أنها تعيش، لأنه أنا عندي يعني سؤال دقلي بنت الواحد، شو بنته أنا لما أخذها على المشفى أو شيء. قلب كبير يحاكي الكون متسع حنا يداوي. أحس أنه مكانها في بابي، لما مثلا أتركها، لما أبوها يأخذها أحس أرضها في بابي. طاف رحمته فخضر العمر في كفيه حيث. هي محتاجة لفرشة طبية، ما هذا قدر يأمن زينة فرشة طبية، ومحتاج المكيف عشان يظل الجو بارد على الجسم. حطت القراحات هاي اللي بجسمها، إذا زادت راح يزيد معها كلياته جسمها يتفتح يتورم، يصير ينزل منه قيح ودم لدرجة إنه يصير يجي الدود وياكل بجسمها. إحنا صارت معنا بسوريا بس ما وصلنا للمرحلة هاي، دغري قمنا بيها. 15 يوما بلا طعام وقليل من الشراب، صغر حجمها وازدادت فرصة فقدانها لحياتها. وأكلها يعني غير أكل العالم، هاي ما تأكل يعني أكثرية أكلها سوائل، كوكتيل، شوربة عدس، مية لحمة، مية فروج، هاي أكلها. بيضاء تلك الأيادي أحسنت عملا وأرسلت في حنايا الأنفس الأملا لتعمر الأرض إيمانا وأمر. نور برغم حالتها إلا أنها محور اهتمام عائلتها، جعلتهم في قلق شديد. ترك أخاها مدرسته رغم تفوقه ليرعاها ويساندها، يحلمون جميعا بأن تعود نور. بحس لو ما كانت تحكي، لو ما كان شيء، بحس فيها من نظرتها لي، من أي شيء، حتى ما أكون شايلة أو ما نشايلة، حتى لو عذبتني بظني مستمر. ابني ساعدني كثير، مرات أحممها معاي، يسعفها معاي، جوزي كمان يساعدني بيها، يطعمي لي إياها ابني مرات، لأنه إحنا عندينا هنا شغل بالمخيم، مثلا نروح على المفوضية هاي يظل ابني عنديها هو يقوم لي بيها. والثانية اسمها نور، أنا سميتها اسم نور على أساس أن البنت أعطوني قطعوا لي الأمل منيها، على أساس سنة ونص تموت سميت بنتي الثانية على الاسم هاي، كونها أنها راح تموت الأولية، قلت يعني مشان يظل اسم نور عايش ببيتي. أكثر إشي بتمنى أنها تصحى عليها.